Okay, now sixth grade, we are moving to the last unit, to the last rule in your action pack book. رح ننتقل لآخر قاعدة في كتابك الأكشن باك اللي هي بunit 14. Will they become extinct بوحدة 14. Will they become extinct? The name of your rule, عنوان قاعدتك أو اسمها اللي هي simple future. المستقبل البسيط. من اسمها مستقبل يعني رح نتحدث عن أشياء سوف تحدث في المستقبل. أول شيء نتعرف على use الاستخدام. We use simple future and predictions based on what we think, believe, or imagine, and not on present evidence, whether or not the event will happen or not. يعني we use simple future نستخدم قاعدة المستقبل البسيط in predictions. Predictions اللي هي تنبؤات أو توقعات. هاي التنبؤات أو التوقعات based on مبنية على what we think اللي إحنا نعتقده believe نظنه or imagine نتخيله يعني بناء على إحنا توقعاتنا ظنوننا تخيلاتنا okay and not on present evidence وليس بناء على دليل واقعي ملموس present evidence دليل موجود هلا بالpresent بالوقت الحاضر ملموس whether or not the event will happen or not سواء بالآخر هذا الإشي اللي أنا تنبأت فيه أو توقعت فيه حدث أو لم يحدث أنا بتنبأ فيه بتوقع بحدوثه بناء اعتقادي على ظنوني على تخيلاتي لكن بعرف رح يحدث ولا لا ما بعرف وما بيهمني حدث أو ما حدث ما بيهمني هلأ بالنسبة للكيوردز اللي بدك تستخدميها في هالقاعدة فهي مقسومة لجزئين الجزء الأول إنه رح تلاقي في عندك verbs We use these verbs in predictions. ليش verbs المجموعة الأولى إنها أفعال بتدل على إنه أنا عم بعمل تنبؤ. تنبؤ أو توقع لشيء بيحدث في المستقبل. اللي هم believe, think, in my opinion, و expect. Believe أعتقد. Sorry أظن. Believe أظن. Think أعتقد. In my opinion برأيي. و expect أتوقع كم مرة believe أظن think أعتقد in my opinion برأيي و expect أتوقع طيب هنا مجموعة تانية من الكيوردز اللي هي بتدل على زمان المستقبل كيوردز اللي بتدل على زمان المستقبل إذا هديك مجموعة أفعال بتدلني على إنه عم بعمل تنبؤ توقع لشيء راح يحدث في المستقبل ومجموعة التانية اللي هي كيوردز بتدل على الزمان إنه عم بيحدث هذا الفعل في المستقبل نبدأ in the future next year in 2023 in the summer in July soon tomorrow tonight the following month نبدأ من أول in the future في المستقبل next وإحنا عارفين اللي هي التالي لكن مع أي time expression أي تعبير زمني ما بيهمني next year السنة القادمة أو التالية next month الشهر القادم next week الأسبوع القادم next summer الصيف القادم أي تعبير زمني بدل على زمن بقدر أحطه مع next وتعطيني الإشي القادم in 2023 يعني إن مع أي سنة مستقبلية لسه ما إجت يعني من بعد 2020 تقدر تحطي أي رقم سنة بيزبط معاكي لحتى تعبري فيه عن المستقبل إن ده السمر في الصيف ومش قصدنا هنا بس على السمر فصل الصيف إنما أي فصل من أسماء الفصول الأربعة تقدر تستخدميه هون في إنك تحكي إن في هذا الفصل القادم اللي هو مثلا فصل الربيع عند spring راح أعمل كذا أو راح يصير كذا in July برضو in مع اسم اي شهر قادم مش شرط July ممكن in August ممكن in December ممكن in January okay soon قريبا tomorrow غدا tonight الليلة the following month الشهر القادم okay هلأ ننتقل لطريقة تكوين الفعل في هاي القاعدة طريقة تكوين الفعل في القاعدة أول شيء رح نروح على الأفيرماتيف اللي هي الجملة المثبتة في الأفيرماتيف في الجملة المثبتة كالفاعل ببدأ كالعادة ببدأ بالناون اللي هي السبجكت الفاعل تبع الجملة شو من كان لما قلنا سميناه ناون أو سبجكت ما
معناها إذا كان I أو we أو you أو they أو he أو she أو it أو أي اسم بقابلهم، اسم صريح، أحمد، علي، سلمى، the students، my friends، شو من كان، ما بيأثر على طريقة تكوين الفعل. يعني الفعل ثابت راح يتكون من جزئين، will زائد base form أو اللي هو الفعل المجرد verb base. will إذا تكون من جزئين، لاحظ حاطينهم between brackets، will اللي هي بمعنى سوف، ومعها البيس فورم الفعل مجرد، وأكيد الجملة راح أكملها بكمبلمنت تكملة. أما في حال كانت نيجاتيف فالجملة المنفية راح تبدأ برضو بالناون اللي هو الاسم، السبجكت، الفاعل، شو من كان نوعه. هون بدي أنفي الويل لويل نوت، يعني عم بعمل نفي. إذا نفي الويل ويل نوت، واللي دائما بختصرها ب won't، ويل نوت بختصرها ب won't، ولاحظ كيف كتابة won't W O N apostrophe T. مع ال want بيجي عندي base form، يعني الفعل دائما يبقى ثابتا their base مجرد، وبنهي جملتي بالcomplement اللي هي التكملة. أما إذا كنت عم بعمل لـ question، السؤال، فببدأ بال will، لأن أنا ببدأ أسئلة الـ yes no خاصة بأداة اللي هي الفعل المساعد. فعلي هون المساعد هو will اللي هي سوف. بعدين بعد الويل بثبت الفاعل أو الاسم اللي بدل على الفاعل، أو سواء كان اسم أو ضمير، ويل ناون، وآخر شيء بثبت البيس فورم اللي هو الفعل المجرد، وبنهي سؤالي بالكمبلمنت. نشوف الإكزامبلز. نمبر 1، I predict that the elections will be soon. I predict that the elections will be soon. أنا أتوقع أو أتنبأ بأنه الانتخابات سوف تكون قريبة. لاحظي بعد will استخدمنا بشكل مجرد. Number 2، عمر will invest his money in Switzerland. عمر سوف يستثمر ماله في سويسرا. نيجي نطبق هذا الحكي على الدريلز اللي عندي. نبدأ ب A، choose the correct answer، اختار الإجابة الصحيحة. Number 1، I expect always just that my cousin will visit us next week. هلا بدي اختار ما بين الثلاثة هدول دليل بدلني على انه عم بعمل prediction للفيوتشر، او عم بعمل اشي بعبر فيه عن الفيوتشر. كيف يعرف انه عم بعمل الفيوتشر؟ لانه في عندي صيغة الفعل الرئيسية will visit، هاي اولا، هاي اول دليل عم بعمل جملة على اسم بالفيوتشر. دليلي هون انه will visit، وكمان عندي الكيورد اللي هي next year next week. فهدول الدليلين بدلوني على انه هاي الجملة بتتحدث عن simple future. من اللي ممتق اني استخدمه بعد ال I كدلالة على اني عم بعمل future هون هي expect اللي هو الفعل اللي بدل على التنبؤ. always احنا عارفين تابع لقاعدة simple present، و just تابع لقاعدة ال present perfect. فأنا ما بدي أستخدم هدول التنين لأنهم ما لهم دخل، ما لهم علاقة بقاعدتي. أنا عم بعمل إشي خاص بالسيمبل فيوتشر اللي هو prediction expect. Number 2، she will studied French in 2019. دليلي ومفتاحي هنا in 2019، وعندي ال will بعديها دائما verb base، فمنختار study. She will study French in 2019. Number 3, they won't participate in the competition soon. لاني عم بعمل soon دليل على المستقبل، على future، انا عم بعمل هنا نفي. راح تلاقي won't participate. هلا عم بعمل نفي ليه؟ لأنه عندك participate و verb base، فقبليه رح يجي will. ما عندي will، لكن هي منفية هنا ب won't، يعني مدمج ال will مع not. مين الكتاب الصح لحتى أستخدمها بالنفي؟ اللي هي won't W O N apostrophe T. طبعا هاي won't بمعنى يريد، أكيد ما بتعني لي اللي هي سوف لن، وال won't هون ناقصها ال apostrophe، فعشان هيك اعتبرناها غلط. كان الخيار الصح اللي هي won't بال apostrophe اللي فوق. Number 3 4، رنا would sleep will sleeps
will sleep early tonight. مفتاحي tonight بدلني على ال future. مين الصيغة الصح اللي استخدمها اللي هي will زائد verb base؟ من هدول الثلاث خيارات will sleep هي الصحيحة، فبتصير حلي رنا will sleep early tonight. Number five, in my opinion, more tourists will come, won't come, would come to Jordan in the summer. In my opinion, عم بعطي رأيي. Okay, عم بعطي رأيي. More tourists. هلا هون بدي تعتمدي على المعنى. كقواعديا حل will come, won't come حلين صحيحات. لكن أنا عم بعمل هون تنبؤ برأيي إنه منطقيا more tourists المزيد من السياح will come or won't come سوف يأتوا ولا سوف لن يأتوا، والصحيح إني أقول إنه more tourists will come سوف يأتوا to Jordan in the summer إلى الأردن في فصل الصيف. هلا بدي أنتقل لـ item B. Correct the verbs between the brackets، نصحح الفعل اللي ما بين أقواس. Number one، طبعا بدي أشتغل على الخطوات، بدي أشتغل على إنه أطلع step number one اللي هو الكيورد المفتاح. Step number two أشوف إذا هون عندي جملة منفية ولا جملة مثبتة ولا سؤال، وأحل بعدين بناء على تكوين الفعل سواء كان جملة مثبتة ولا جملة منفية ولا سؤال. إذا مرة تانية بدي أشتغل على steps خطوات. Step number one الكيورد. Step number two if it if it's a affirmative sentence, it's an affirmative sentence or a negative sentence. واشتغل بعدين على ال verb form حسب شو كل جملة بتطلب مني. Number one, I believe ليلى blank a doctor in the future 20 brackets B. هل رح تلاقي عندك ال keyword in the future. طيب I believe مو keyword لأن بلا keyword، لكن هاي بدو العزمان وهاي بدلني على الفعل اللي بيعبر عن تنبؤ لشيء في المستقبل. فإذا صار عندي هون two keywords مفتاحين بقدر أستخدمهم أحكي إن هدول two keywords في الجملة. طبعا رح تلاقي إنه هاي جملتك جملة مثبتة، فبستخدم will وراها الverb base be. Now sentence number two. My friends blank to Italy next year in the holidays between brackets travel. رح نستخرج الكيورد اللي هي next year، بعدين عندي جملة مثبتة فدوري بثبت بالفراغ will ومعها الverb base اللي هو between brackets travel. بصير الحل my friends will travel to Italy next year in the holidays. Number three, in my opinion, the boys blank will in the exam tomorrow. عندي هون tomorrow الكيورد، وبقدر كمان أعتبر in my opinion another keyword keyword تاني. الجملة على future عندي جملة مثبتة فبنثبت will وراها الverb base do. بصير الحل in my opinion the boys will do well in the exam tomorrow. Number four, I expect that the weather blank rainy next week in brackets not be. أول شيء عندي next year هي الكيورد، وعندي كمان I expect الفعل expect كمان keyword. بين أقواس not، هو بما أنه في عندي not فإذا عندي هون الجملة منفية فبنثبت نفي ال will won't وبنزل الverb base won't be. بتصير الجملة I expect that the weather won't be rainy next week. We blank to a new house soon between brackets not move ال keyword soon. عندي not إذا جملة منفية فدغري بثبت نفي ال will won't وبنزل ال verb between brackets base won't move. بصير الحل we won't move to a new house soon. بنتقل هلا ل item C. In item C مطلوب مني three things. Make yes no questions and answer them. Then negate the sentences. نعمل yes no question. نعمل له answering إجابة مرة بـ yes مرة بـ no. وآخر شيء الجملة نفسها يلي بنشتغل عليها قاعدين نحولها لـ negative نفي. وابدأ number one. ندى and علي will travel to Italy in August. ببدأ سؤالي دائما وأبدا نعمل حركة المقص أو
بما ان السؤال يسمى question طبعا، فبنعمل حركة مقص او اكس ما بين الفاعل و will. الفاعل عندي هنا كلها عبارة عن ندى and علي، فاذا بنعمل المقص بننزل will وبنستبدل ندى and علي ب pronoun ضمير مناسب اللي هو they. بصير الحل will they، بننزل الفعل travel وباقي الجملة to Italy in August. كإجابي على yes or no بنرجع بنعمل حركة الإكس أو المقص will و they، بصير عندي الإجابة yes they will، no they ونفي ال will won't. عشان أعمل negative للجملة برجع للجملة الرئيسية. انتبهي إنه النيجاتيف لما بدي أعمله بدي أرجع للجملة الرئيسية اللي هي ندى and علي will travel to Italy in August، فبننزل ندى and علي أو بديلهم زي ما إحنا حاطين هون they. فإما بتنزلي الاسم أسماء صريحة زي ما هي، يا إما تستبدليها بضمير عادي، الحلين صحيحات. they نفي ال will won't وبينزل الفعل كما هو travel وما تبقى من الجملة to Italy in August. Number two, my friend will go to Aqaba next holiday. برضو حركة مقص أو X ما بين الفاعل will. عندنا بننزل will وبعدين my friend صديقي أو صديقتي، واستبدلها بضمير حسب ما أنا حابة، استبدلها به ممكن استبدلها بشي، الضميرين صحيحات بيعبروا عن my friend. فاستبدلناها احنا به will he، بينزل الفعل base مثل ما هو go to Aqaba next holiday. عشان اجاوب yes or no كالعادة لازم اعمل حركة مقص او x ما بين ال will وال he او ال will والفاعل، بنزل he yes he will no، تنزل he بس ال will وهي نازلة بتصير نفي won't. برجع بأكد اني لما بدي اعمل الجملة نيجاتيف برجع للجملة الرئيسية يلي عم بحل عليها، الجملة الرئيسية my friend will go to Aqaba next holiday. بنزل my friend أو ضمير تستدليها بضمير كمان صحيح، he ونفي will won't، ينزل الفعل مجرد زي ما هو go وما تبقى من الجملة to Aqaba next holiday. هلا we moving to the note، رح ننتقل على النوت يلي أنا حطت لك إياها، نوت لا شيء موجود عليكي اللي هو imperative sentences الجمل الأمر. imperative sentences جمل الأمر اللي هي you know إنه تعرفي إنه imperative sentence جملة الأمر تبدأ ب verb base، تبدأ بفعل مجرد. وإذا حبيت إنك تأمري الإنسان أو الشخص اللي قدامك بإنه لا يعمل الشيء فببدأه ب don't زائد verb base. فبتقول لي note the imperative sentence starts with verb base or not plus verb base. الجملة الأمر تبدأ بفعل مجرد أو not زائد فعل مجرد. Example، تعي نشوف كيف لما تبدأ بفعل مجرد. Eat a lot of fruit and vegetables. كل الكثير من الخضروات والفواكه. Don't eat a lot of sweets. لا تأكل الكثير من الحلويات. إذن ها هي فقط النوت بكل بساطة بتحكي لك عن الإمبراتيف. نيجي هلأ لا item D choose the correct answer واللي هو بخص هذا الحكي. Number one eat don't eat a lot of fruit and vegetables. كقواعدية التنتين صحيحات، لكن عشان أختار الحل الصح أنا بدي أشتغل هون على المعنى، بدي أشتغل على meaning of the sentence معنى الجملة. فهل أقول eat a lot of fruit and vegetables كل الكثير من الخضروات والفواكه، ولا don't eat a lot of fruit and vegetables لا تأكل الكثير من الخضروات والفواكه؟ أكيد أن الأمر يلي بدي أصدره يكون له معنى صحيح، فببدأ ب eat اللي هي بأمر بأنه كل الكثير من الخضروات والفواكه. Number two reads read the conversation correctly. أنا ببدأ قلنا جملة الأمر imperative بverb base، فأكيد ما رح أختار reads لأنها مضاف لها s، فرح نبدأ جملة imperative بread read the conversation correctly. Number three don't drop or drop letter in the street. هلأ
هون برضو نرجع نقول قواعديا الجهتين صحيحات، لكن انا عم بشتغل على المعنى هون الصح للجملة، فما بقدر اقول don't drop لا ترمي النفايات على الارض، ولا drop the litter on the street ارمي النفايات على الارض. اكيد رح نقول don't drop لا ترمي النفايات في الشارع. Number four, don't waste ولا don't waste water when you use it. برضو هون بدي ألجأ لقواعديا don't، أكيد ببدأ جملة الإمبراتيف بdon't، لكن إحنا اتفقنا إنه don't بيجي بعدها verb base. الاختلاف بين الخيار الأول والثاني إنه waste إجت verb base، لكن هنا wastes إجت معها s. فإذا الخيار الصح don't waste water when you use it، لا تهدر الماء عندما تستخدمه. Drinks or drink a glass of milk daily. أكيد ببدأ ب verb base ونقول الخيار الأول معاه s، فإذا هو خيار غير صحيح. ف drink a glass of milk daily اشرب كأس من الحليب يوميا. Number six, the last one, cut or don't cut down trees. أقطع يا ترى الأشجار ولا لا أقطع الأشجار؟ برضو هون إذا لاحظي عم بشتغل على المعنى، فأكيد رح أختار don't cut down trees لا تقطع الأشجار.